نعم. في الكعبة في رمضان إيش؟ الصلاة في الحرم. نعم. إذا كان الحرم مزدحم. نعم. والإنسان داخل الحرم. نعم. لكن لم يتجه إلى اتجاه الكعبة كاملة، فالخطوط أو ساتر أو هذه الأشياء، تصح صلاته أو لابد من عين الكعبة؟ لابد من من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة، فلا بد أن يشاهد الكعبة وأن يكون متجها إليها بجميع بدنه. لداخل المسجد الأعمدة. نعم. وبالنسبة مثلا إذا الصف امتد خارج المسجد ما يستطيع؟ أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط، كل الساحات اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقينا، وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. لا، مو شرط الرؤية، المهم أن يكون متجه للكعبة حتى لو حال بينه وبينها عمود. طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامت الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى أكمل الصفوف تحت؟ لا ما يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الدور الثاني.